مرحبا بهذا الحضور الميمون لنجدد معكم اللقاء، لنجدد معكم هذه التحية في 23 من شهر مارس لعام 2017، حيث تعلن انطلاقة الإبداع والإمتاع، انطلاقة سن الإذاعة والمسافة ألا وهي 6 كيلومترات، حيث رصد هذا الرمز، حيث رصد هذا الكأس المرصع بالذهب للإبكار المحليات الأصايل لفئة الإنتاج والمنتجين دعما لهم في هذه الرياضة العربية الأصيلة. مقدمة الشوط أول المراكز، من يقود معركة المحليات؟ يقود معركة المنتجين في هذه اللحظات الظبي مع المركز الأول. مبخوت بن سالم بن قدح العامري مع المركز الأول يقدم لنا الظبي على مستوى المركز الأول. المركز الثاني وصايف أحمد بن محمد بن أحمد الدرعي يأتي مع المركز الثاني مقدما لوصايف وصيفة للرمز حتى هذه اللحظة. المركز الثالث وصل شعارك يا بن مصلح يا الأحبابي، وصل مع أبعاد حمد بن محمد بن مصلح الأحبابي، يتقدم الشاعر القدير، يتقدم بن مصلح، يقدم لنا أبعاد شاعرنا مع أبعاد. المركز الرابع اللي وصلت فيه الشامخة مع المركز الرابع سعيد بن سالم بن ثعلوب الدرعي محتل للمركز الرابع في شوط المحليات الأصايل، في شوط الرمز، في شوط الكاس الذهبي للمحليات وللإنتاج. المركز الخامس جبار علي بن عبيد بن حمد الاكتبي محتلا للمركز الخامس في هذا اليوم السعيد وفي هذا الحضور الميمون. كذلك في هذه اللحظات يسرني ويشرفني الترحيب بسمو الشيخ خليفة بن سلطان بن حمدان آل نهيان حفظه الله ورعاه، وترحيبنا كذلك بسمو الشيخ طحنون بن سلطان بن حمدان آل نهيان. مرحبا ومسهلا بمن أتانا في عاصمة الميادين، نور الميدان نور ومعركة الوثبة تزداد نور. ومرحبا بكل الحاضرين والمتابعين والمراقبين عبر قناة ياس والقنوات الفضائية الناقلة لهذه الأحداث المهمة. ياهو من صراع، ياهو من نزاع، الله يا بن مصلح، يا بن مصلح، يا بن مصلح، الله يصلح الأحوال وتروح للكاس يا بن مصلح، يا شاعرنا يا قديرنا الشاعر المتميز دائما بن مصلح. يا بصالح جماهيره، يا بصالح محبينه، هو دوم مصالحهم، دوم مرضيهم بأبياته الرنانة، بأبياته الجميلة. يقدم أبعاد، أبعاد والقريبين، والقريبين يا بن مصلح، لكن يا بن مصلح يا أخوي يا قربهم ويا بعدهم، يا قربهم ويا بعدهم. المركز الثاني الظبي يقدم لنا الظبي مبخوت بن سالم بن قدح العامري. اقدح يا بن قدح، اقدح يا بن قدح والرزق على الله، روح يا بن قدح يا العامري يا العامري. اما الكأس الذهبي والا فلا، كأس للمحليات الأصايل. ياهو من شوط للإنتاج والمنتجين، اكبر دعم وفخر في عاصمة الميادين.
المشاهدين. المركز الثالث الشامخ سعيد بن سالم بن ثعلوب الدرعي، مقدم الشامخ بشموخها بكبريائها، مع المركز الثالث. المركز الرابع وصايف القادمة حميد بن محمد بن حميد الدرعي، مع المركز الرابع. المركز الخامس القدوم من جبارة علي بن عبيد بن حمد الاكتبي، العودة إلى مقدمة الشوط. ما يتبقى عن خط النهاية 2 كيلومترات. يا بن مصلح، يا بن مصلح روح، يا بن مصلح روح، للرمز روح، للسلام روح، للكاس روح، للذهب يا بن مصلح ذهب بالانتظار، للمحليات الأصايل وأبعاد أبعاد 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 تعيد الأمجاد لك يا بن مصلح. أبعاد تباعد المسافة، تباعد المسافة، راحت أبعاد، راحت أبعاد، ناوية على السلام، ناوية على الرمز، تبي تنقل السلام لك يا الشاعر. يا بن مصلح، يا بن مصلح، المركز الثاني القدوم من شعار الدرعي، الدرعي مع المركز الثاني، مع الشامخة سعيد بن سالم بن ثعلوب الدرعي، مع المركز الثالث. المركز الثالث الضبي مبخوت بن سالم بن قدح العامري، ولكن العودة إلى مقدمة الشوط، إلى أبعاد، إلى أبعاد، إلى بن مصلح، إلى الأمجاد، إلى الأمجاد. الله يا بن مصلح، يا حلو الابيات الليله، يا حلو الابيات الليله، الليله يا بن مصلح، لا بد من الابيات الرنانه اللي تراقص عليها الجميع. يا بن مصلح وين بيروح السلام، وين بيروح السلام؟ الى هال الفقع، نعم الى هال الفقع يا بن مصلح، يا بن مصلح. ابعاد والامجاد، وامجاد وابعاد، وامجاد كمجاد، ونواميسك نواميس يا بن مصلح. بن ثعلوب قادم الدرعي مع المركز الثاني، يقدم لنا الشامخة سعيد بن سالم بن ثعلوب الدرعي، ولكن بن مصلح، بن مصلح، بن مصلح، بن مصلح يصلح الأمور، يصلح الأمور، يغادر للرمز، يغادر للسلام، يغادر للفوز. خلاص يا بن مصلح، البيتين الأولات المفروض جاهزة، جاهزة يا بن مصلح جاهزة. هات القصيد هات، وهات الجديد هات، كاس ذهبي لك يا بن مصلح، يا شاعرنا، يا القدير، يا الخبير. سلام يا البقع سلام، كاس الانتاج والمنتجين، ذهب 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 يليق بمكانتك يا بن مصلح، ذهب مع الذهب في شوط المحليات، في شوط الانتاج. تهانينا لمالك ابعاد حمد بن محمد بن مصلح الاحبابي. المركز الثاني الشامخة لسعيد بن سالم بن ثعلوب الدرعي، المركز الثالث وصايف حميد بن محمد بن حميد الدرعي، المركز الرابع الخوار سعيد بن مظفر بن خموش العامري، المركز الخامس شعار بالعوضي أتى مع المركز الخامس. تهانينا لهم على هذا الفوز، ألا وهي فخامة لسعيد بن بخيت بن سعيد الوهيبي من احتلت المركز الخامس. إذا متابعينا في كل مكان، الأحبابي حبيب الرموز والذهب يخطف الكأس الذهبية في شوط الإنتاج الخاص بالمحليات الأصايل، لتهدي أبعاد هذا الناموس وهذا الفوز للشاعر بن مصلح الأحبابي من قدم أبعاد. تهانينا أيضا لحمد بن محمد بن مصلح الأحبابي، ولحظة الفوز والانتصار 8 دقائق 50 ثانية و9
أجزاء من الثانية حتى التوقيت جميل 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 يا بن مصلح يا الأحبابي وسلام يا الفقع سلام المركز الثاني أيضا سلامنا لسعيد بن مصلح وللأحباب كافة على هذا الفوز 8:56 وثلاث أجزاء من الثانية توقيت الشامخة سعيد بن سالم بن ثعلوب الدرعي بينما المركز الثالث وصلت وصايف لحميد بن محمد بن حميد الدرعي مع المركز الثالث والتوقيت الزمني لحظة الوصول 9 دقائق حاضرة مع 6 كيلومترات وثلاث ثواني وخمس أجزاء من الثانية رمز جديد ينطلق وذهب آخر والذهب سالم بن سعيد بن حضيرم.